العربية اللوري جاية اهي برضه ما دخلتش. ادي البيوت ده، هنا اجنس عربيات لادا، في الخلفية طبعا محطة القطر وقطارات رايحة جاية. ده عريس وعروسة جداد وجايبين العفش. دخلت محطة البنزين فولت اهي الحمد لله، واقفة بقالها كتير بس تاخد طريقها بعد كده. ادي هنا البيت، الأطفال بتلعب في الجنينة، الشباب بتلعب كورة، الظلام Фото и видеосъемка разрешена только из-за ограждения макета. Трогать макет категорически недопустимо. Геликоптер جاي بترش ميه على الحريقه برضه من فوق. الحقيقه الشباب مش مقصرين يعني. زي ما احنا شايفين كده في اختناق مروري. الكوبري اهو. شوف من اول فين. راجل الاتوبيس جاي واحد يجي يقف ايه؟ لا هرب من الزحمه صايع والله. في اختناق مروري هنا زي ما احنا شايفين رهيب جدا، ولا اول كوبري اتكسر. مش عارفين في ايه بقى بالظبط. طبعا دي كده احد المناطق، هنا المناطق الهاديه، مناطق وسط البلد. مش عارف عربيات اللوري اللي بتعدي هنا في وسط البلد دي، هي بطريقه غريبه يعني. وطبعا زي ما احنا شايفين يعني هنا بيقول لك الحقيقه ان في باد هازمند، زي ما احنا شايفين مراته ايه لميت له حاجاته ورميتها له في الشارع. كنت على بيت امها مش عارف بصراحة يعني، الستات بتعمل كده في جوازها ليه يعني؟ مش عارف. ده هنا حادث مروري بس الحمد لله ربنا ستر. جنينة جميلة، الناس كلها بتتمشى. ودي العربيات النقل جاية من آخر الدنيا.